هو في 2011 قال انا 95 و90% من شغلي بيتصدر بره. انا لو على الشغل ببيعه هنا يبقى حال البلد يبقى انا هقف حال البلد واقف. جاي دلوقتي احنا بنكلمه بيقول لك حال البلد وظروف البلد. طب فين ظروف البلد هي؟ اما انت راجل 95% و90% شغلك بتصدره بره. يبقى انت فين اللي بتبيعه هنا؟ يبقى انت حال البلد مش واقف معاك. يبقى انت راجل شغال بتمشي الناس ليه؟ ادي الناس حقوقها. بس خلاص هو ده الكلمتين اللي عندي النهارده. تثبيت العماله نزول جميع العلاوات المستحقه من سنه 2006 باجل باثر رجعي، نزول الاجازات المستحقه من 2007 باثر رجعي، هيكله المرتب هيكله الارباح السنويه، هيكله جميع الادارات، مراعاة ظروف العمال اللي تمر عليهم، ظروف صحية سيئة زي إصابات العمل، زي العلاج الشهري، تقليل نسبة الإنتاج من 80% ل70%، وتعديل إنتاج الطوارئ، إنشاء مكتب مستقل للنقابة منتخب من داخل الشركة، من داخل عمال الشركة، تقدير الكفاءات وتقدير المسمى الوظيفي. احنا ما بنزلناش مسمى وظيفي، احنا كلنا شغالين تحت بند عامل جلي.